مشاهدينا الكرام، أرحب بكل من التحق بنا الآن على الشاشة التركية في برنامج أغلى الأوقات، بقي من رمضان ومن عمرنا أيضا في رمضان 10 أيام. يعني رمضان أتى سريعا ومضى سريعا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقوينا على هذه 10 الأيام الأواخر، وأن نحصل على الأقل من العبادات ما فرطنا فيه في الأيام الأخرى. وإن شاء الله أيضا أنا الله يقويني حتى أتي إلى البرنامج، لأنه أنا أخاف أتيكم في آخر البرنامج على نقالة من التعب. أرحب بضيفي العزيز عبد العزيز بايندر، هكذا طبعا أنت كنت بايندر، طبعا هذا بايندر، اللغة. أنت نعم كنت ضيفي في قهوة تركية، وأنت عندما أتيت ورأيتك قلت لك قدرك أن تكون معي أيوة دائما. نعم كنا معا نعم. السنة الماضية. أنت رجل فكر قبل أن تكون رجل دين، صحيح أم لا؟ نعم. يعني ودعني أنا سأقدمك بطريقة معينة، ثم أنت طبعا قدم نفسك كما شئت. وأنت من رجال تركيا الذين يقال عنهم أنهم من المخالفين، وأنا في هذا لست طبعا ضدك، لأنه أنا أعرف أنه في الفترة العباسية، وهي أزهى فترات الفترة الإسلامية، عندما ظهر الخلاف ظهر التجديد، وظهر الأفكار طبعا ليست الجديدة فقط، ولكن لأنه محاكاة الفكر ومحاكاة الأفكار ببعض هي التي تجدد من قراءتنا ومن قراءاتنا. طبعا العصر العباسي عندما كان السوق الفكري قائما وسوق الفكر رائجا، الآن الخلاف، من يخالف الرأي الآن هو أصبح ينظر إليه كأنه عدو، في حين أنه بالعكس الخلاف هو يعني. نعم أنا يعني صحيح أنا أخالف. أنت أنا أخالف تخالف. كل ما يخالف الكتاب والسنة. طيب عرفنا فقط. بنفسك، أنا عرفتك. نعم. كما رأيتك. نعم. أنا الحمد لله أنا مدرس في جامعة إسطنبول، مدرس الفقه الإسلامي. كنت لزمان يعني حوالي 21 سنة موظف بدائرة الإفتاء، منذ سنة 76، يعني حوالي تقريبا 40 سنة يعني. وأنت تدرس؟ لا أنا أفتي وأدرس. وتفتي أيضا. نعم. أنت عندك دار الوقف للإفتاء. أفتيت في دار الإفتاء لمدة 21 سنة. نعم. ثم انتقلت إلى الجامعة. نعم سنأتي إلى الإفتاء في مرحلة متأخرة. أنا خلنا نبدأ بالخلاف، ما قلنا أنت من المخالفين، أنت تعرف مقالات المخالفين في. أنا أخالف كل ما يخالف الكتاب والسنة. نعم لكن أنت تعتمد أكثر على العقل، يعني أنت ربما معتزلي تركيا إن صح التعبير. طيب خلينا نبدأ بآخر خلاف صار. أنا أسمي نفسي بإسلام، بمسلم. نعم. الذي سمانا الله به. صحيح. فقط. آخر خلاف حصل، أنا سمعت، نما إلى سمعي، أنه كان بينك في أحد البرامج في رمضان هذا، احتد النقاش بينك وبين أحد الأتراك حول ميقات السحور. أيوة نعم. نعم. ميقات. كيف كان هذا النقاش؟ لمن كانت الغلبة طيب؟ والله يجب أن يكون الغلبة على الحق، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. كما تعرفين يا أختي أن الناس كانوا يشاهدون الأفق، يشاهدون الأفق يعني للفجر ول يشاهدون الأفق. نعم الأفق. نعم الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر هنا الحمر الذي ظهر في الأفق على يعني اللون سطح الأحمر. الأفق اللون الأحمر. أه. يعني الأحمر الذي يأتي من الشمس، وتحته الخيط الأسود، وفوق الأحمر الخيط الأبيض. الله سبحانه الفجر في اللغة العربية بمعنى الحمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسره كذلك.
الله سبحانه وتعالى يعني يقول. عفوا سي أستاذ عبد العزيز، أنت الآن وضحت لي فكرة الحقيقة أنا كنت غائبة عني. يعني أنا كنت أعتقد أنه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أنه ليس في السماء يكون هناك الخيط. لا لا، هذا في الأفق بين السماء والأرض. يعني نحن نراه خيط، يجب أن نراه. الخيط الأبيض هو الضوء الذي يأتي من الشمس. كما تعرفين يا أختي أن الضوء يأتي إلى الأرض ببداية السحر. السحر هو وقت السحور. السحر في اللغة العربية الوقت الذي يختلط فيه ضوء النهار في ظلام الليل، البياض بالسواد. البياض بالسواد، نعم. السحور يبدأ من الفوق، يستر به بعض النجوم الصغيرة، ثم ينزل إلى الأفق وينتشر في الأفق ويصعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهدنكم الساطع المصعد. الساطع المصعد هو ينتشر على الأفق ويصعد الضوء. هذا هو الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو كما قال سبحانه وتعالى: الخيط الأبيض الذي يظهر بعد خيط الأحمر، يعني بعد الأحمر في الأفق، يظهر فوق الأحمر الأبيض وتحت الأحمر الأسود. هذا هو الوقت الذي يجب أن نبدأ الصوم. وهذا هذا هذه الرؤية يعني يمكن أن يشاهدها الإنسان العادي، يجب أن يكون أن يظهر بالمشاهدة. لماذا؟ لأن العينية، بالمشاهدة العينية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا. مثلا أنا هنا أطعم طعام السحور، والسحور الطعام الذي يؤكل في السحر. السحور السحر، نعم. حينما آكل الطعام وأشاهد الأفق أدوم الأكل حتى يظهر في الأفق الأحمر. نعم، قلت والأبيض في النصف الأحمر والأسود، عليه الضوء الأبيض وتحت الضوء الأسود. طيب آخر وقت للسحور متى؟ آخر وقت الإنسان ينتهي فيه عن الأكل؟ هذا الوقت متأخر جدا، قبل من الفجر، من, من, من الوقت الذي أعلن في التقاويم. لأن التقاويم لا يهتم بهذا الضوء، التقاويم يهتم بالضوء الفلكي. يعني فيها أخطاء؟ طبعا أخطاء كثيرة شائعة. الفجر الفلكي معناه هو الوقت الذي يبدأ فيه الفلكيون مراقبة النجوم. طيب هذه مش مشكلة الحقيقة يجب أن نبت فيها الحقيقة، وأنا سأسألك فيها ربما أكثر لتكون واضحة لكل المشاهدين، لكن دعنا الآن نمر إلى التقرير الخاص برمضان في إسطنبول ثم لنا عودة. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام، والحقيقة يعني إحنا قبل الفاصل بدأنا بنقطة هي ليست هينة، لأنه أنا في الفاصل تحدثت مع أستاذ عبد العزيز وفسر لي خطورة هذا الأمر. هو يقول أنه إحنا عنا أكثر من 70 دقيقة في صومنا خطأ. أنا الآن إحنا في إسطنبول الأذان الفجر مع الرابعة تقريبا، الرابعة وعشر دقائق، ونحن نتسحر ننتهي عن الأكل يعني في السحور قبل الرابعة بعشرة أو 15 دقيقة. أنت تقول لي لا، وأنا انتهيت من الأكل في 5:24. يعني السحور خطأ وصلاة الفجر خطأ في تركيا؟ طبعا الناس ليس في تركيا خاصة، في العالم، في العالم الإسلامي كله. طيب كيف صحح لنا هذه المسألة؟ نعم. لهذا أنت وقعت في نقاش حاد مع التركي في أحد البرامج. طبعاً. لماذا؟ ماذا قال لك؟ أنا قلت للمتخصصين إذا كان عندكم من يعرف هذه المسألة
فليأتي نناقش، لم يأتي أحد، لأنهم يعني معظم المتخصصين يعرفون الخطأ ولا يريدون إعلانها. لا، ولكن نعم. إذا ظهر الخطأ نعم. يجب أن يعني يفسر ويوضح للناس نعم. ويزول هذا الخطأ. نعم. يريد في الكاميرا تظهرون الصورة التي أتى بها السيد عبد العزيز بين درع حول السحور الحقيقي. يعني أعطيناكم الآن الصورة التي أتيت بها، هذا تفضل. أظن أن هناك يعني مشكلة لا يمكن أن نراه، ولكن يعني سبب الخطأ هو إذا لم يأتي أي أحد يحاججك في هذه المسألة. هذا يا أختي لا يمكن أبدا أن يأتي أحد يحاججني في هذه المسألة، لأن الخطأ واضح 100% في هذه المسألة، لا يمكن أن يخالفني أحد، لأن الذين يعملون التقاويم يعني لأوقات الصلوات اتبعوا الفلكيين، والفلكيون يحتاجون إلى غيبوبة الضوء في جو الفضاء، إذا غاب الضوء بين الفلك وبين النجوم يقولون له الفجر الفلكي، ونحن لا نعيش في الفضاء، نحن نعيش في الأرض. في الأرض. نعم. لكن تقويمنا بين هذا والفجر الصحيح، مثلا الفجر الفلكي 18 درجة تحت الأفق، والفجر الحقيقي يعني للصوم وللصلاة هو 8.5 درجة. معنى هذا بين الفجر الفلكي وبين الفجر الشرعي زمان بعيد، مثلا في هذه الأيام أكثر من 70 دقيقة. وطبعا الناس يظنون أن صلاة الفجر قد حان وقتها ويصلونها، وهم في الحقيقة يصلون صلاة التهجد. نعم. الحمد لله أنا يعني منذ سنين أطبق هذا التقويم، والحمد لله أخترت تقويم خاص. نعم. هل هناك من يتفق معك من علماء تركيا؟ من العلماء طبعا معي كثير منهم، أصبح الناس يتبعونني في هذا الموضوع، لأني أقول لهم أخرجوا من بيوتكم وشاهدوا الأفق واتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى بقوله حتى يتبين لكم الخيط، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فلذلك يجب على الناس أن يخرجوا ويشاهدوا الأفق، والأفق الضوء في الأفق ضوء منتشر و لا يمكن أن لا يشاهد أحد. مثلا فكري يا أختي، مثلا الناس كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية وقت الإمساك، كان واحد منهم يعرف جليسه، معنى هذا أن الضوء دخل في المسجد. يعني كانت المشاهدة واضحة. مشاهدة واضحة. فلذلك الطحاوي يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفقوا كما اتفقوا على الأفق النيرة. طيب، إذا كنت أنت يعني ترى بالحجج التي تراها أنه السحورنا خطأ والفجر خطأ، طيب وتوقيت رمضان بالتوقيت الفلكي يعني لرمضان؟ جزاك الله خيرا، يعني هذا سؤال قيم جدا. أنا أتحير، يعني عجيب جدا يعني حال المسلمين. الله سبحانه وتعالى حاول أمر القمر إلى الفلكيين بقوله والشمس والقمر بحسبان، وبقوله يسألونك عن الله أهل قل هي مباقيت للناس والحج، لم يمكن أن تجد شيئا من الآيات
تشيرنا إلى إلى مشاهدة الهلال. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فله علة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا إننا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، يعني ليس عندنا فلكي يمكن أن يحسب الهلال. فلذلك قال يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو علة قوله صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا 30. الآن يعني لابد من رؤية الهلال. لا 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 رؤية الهلال ليس ضروري، الهلال يجب أن نحاوله إلى الفلكيين لأن الله سبحانه وتعالى قال والشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته معلل بقوله إننا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. لكن إذا كان السحور الله سبحانه وتعالى هذا ذكر لنا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط هذا شيء آخر، فلذلك أريد أن أشرح المسألة. أمر الهلال يجب أن نتركه إلى الفلكيين، أما أمر أوقات الصلوات يجب أن نشاهدها. ماذا فعلنا؟ المسلمون تركوا أوقات الصلوات إلى الفلكيين وأخذوا أمر الهلال بأيديهم، هذا ضد ما أمره الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أنت قلت الآن حسب التوقيت اللي أنت مواقيتك، أنت قلت الفجر الآن، أنا كنت نصليه الآن الرابعة تبين أنه أنا صلاتي خطأ، يجب أن أصلي الخامسة، خامسة ونصف. إذا صلاة الظهر مع أي توقيت هنا؟ لا صلاة الظهر لا يتغير في أي مكان، وصلاة المغرب كذلك، أما صلاة العشاء فيها إشكال؟ فيها إشكال. خلينا نذهب إلى فرقة درقاء، نستأنس بقليل من الموسيقى ثم نعود إلى هذه المسائل الإشكالية مع الأستاذ عبد العزيز باينادر وفرقة درقاء. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى برنامج أغلى الأوقات، ضيفنا هو رجل فكر ورجل دين أيضا الأستاذ عبد العزيز باينادر، هو رجل له مقالات يعني لا أقول تخالفه وتخالف لأنه تخالف الرأي السائد، هو يحتج بالنص القرآني ويحتج أيضا بالسنة الشريفة، يقول أن صيامنا الآن ليس على خطأ ولكن يحتاج إلى التدقيق دقة أكثر. طيب أستاذ عبد العزيز، أنت المفروض الحقيقة بما أنك يعني تحمل بين يديك هذه الحجج وهذه العلل، يعني المفروض أنك تجتمع مع مسلمي تركيا ولما لا مع مسلمي العالم العربي والإسلامي، يعني وتصلون إلى حل وسط حتى العامة، لأنه العامة الناس يعني دائما تتبع العلماء المسلمين، وانت تعرف ان العلماء المسلمين اليوم انشقوا واصبحوا على اكثر من على اكثر نفير. انت قلت لي الان انه صلاه الفجر على خطا، سحورنا على خطا، واتممت بانه حتى صلاه العشاء فيها خطا. طبعا صلاه العشاء فيها خطا. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الاسراء اقم الصلاه لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو زوال الشمس، صلاه الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل بداية ظلام الليل، الليل المظلم بعد المغرب، يعني بعد المغرب طبعا بعد غيبوبة الشفق الثاني في الأفق. متى غاب الشفق الثاني انتهى وقت صلاة العشاء، وقرآن الفجر هذا وقت صلاة الفجر. وكذلك في آية أخرى في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار، معنى الطرف ناحية من نواحي الشيء، طرفي النهار ناحيتي النهار وهما صلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل، زلف جمع زلفة، والزلفة معناها القربة،
وزلفا من الليل، يعني من ال وثلاث يعني لا أقل 3 أوقات من الليل، بعض. لأن الجمع يدل على الأقل على 3 في اللغة العربية. وزلفا من الليل لا أقل، يعني 3 أوقات من الليل قريب إلى النهار، وهي صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس إلى غيبوبة الشفق الأول، الحمرة الأولى. نعم. كيف نفرق بين الحمرة الأولى والحمرة الثانية؟ الحمرة الأولى تشبه تماما الحمرة في الفجر، في صلاة الفجر، 100%. بعد غيبوبة الشفق الأول تظهر حمرة ثانية. تبقى الحمرة الموجودة، ولكن مع الشفق الأول ترى الضوء الأبيض على الحمرة كما تشاهدين صباحا في الفجر. هذا البياض، متى غاب البياض بدأ صلاة العشاء، وينتهي صلاة العشاء مع غيبوبة الضوء في الأفق. يعني مع الفجر، مع بداية، لا 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 لا، بداية غسق الليل. غسق الليل أي ظلام الليل. متى غاب في الأفق الغربي الأضواء كلها، واشتبكت النجوم وبدأت ترين النجوم كلها بعينك، معنى هذا أن صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء قد انتهى، ثم بدأ وقت صلاة التهجد. طيب لماذا هناك، يعني هذا ما دارج الآن، أين الخطأ؟ هذا ما اتفق فيه الأحاديث كلها والآيات كلها، وعلماء المتقدمين كلها، ليس هناك أي خلاف بين علماء المتقدمين، علماء المذاهب، كبار علماء المذاهب الأربعة، وكذلك الآيات كلها والأحاديث كلها. لأن مثلا القربة لا يمكن أن تفهمين إلا بالضوء الذي بقي من النهار، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى وزلفا من الليل. الليل تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الشمس، هذا معنى الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم نزل بلغة مكة والمدينة. طيب الآية اللي في القرآن الكريم اللي الله سبحانه وتعالى يقول فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نعم، صلاة الوسطى ما هي؟ يعني اختلف فيها العلماء. لا يمكن أن يختلف إذا اتبعنا الآيات. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ بأي شيء تبدأ الآية؟ الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. الصلاة الأولى هي صلاة الظهر. الصلاة الخامسة صلاة الأولى الظهر، ليست الفجر. لا 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 لا، صلاة الفجر هي الصلاة الخامسة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس وقت صلاة الظهر، إلى غسق الليل بين هذا صلاة العصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر، وصلاة الفجر الصلاة الخامسة. طيب يعني وقرآن والعطف هذه، وقرآن هذا تعود على الصلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وأقم الصلاة في قرآن الفجر. قرآن كما تعرفين، يعني في اللغة العربية قرأ بمعنى جمع وضم. قرآن الفجر قرآن أضواء الفجر، لأنك تشاهدين في الفجر أضواء مختلفة. هذه الأضواء أقصد الخيط الأبيض والخيط الأسود والخيط الأحمر. هذا تفسيرك أنت لكلمة قرآن. القرآن بمعنى مجموعة، بمعنى مجموعة من أي شيء. سمى الله سبحانه وتعالى كتابه بالقرآن لأن هذا الكتاب جمع آيات الله المنزلة كلها. وقرآن الفجر وفيها معنى فيها معنى أيضا القرآن، فيها معنى الدعاء أيضا.
قرآن الأدعية. أدعي لا قرآن هي مجموعة من الآيات مثلا بمعنى هذا تستعمل في القرآن الكريم. وقرآن الفجر إذا جمع أضواء الفجر كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان وقت الصحف وقت الإمساك، ثلاثة أوقات من الليل قريبة إلى النهار، والقربة لا يمكن أن نفهمها إلا بالضوء الباقي من النهار. وهذا مثلا تشاهدين في بعد غروب الشمس الضوء في الأفق، الضوء ثم تنتهي هذا الضوء بغيبوبة الشفق الأول، وهو غيبوبة الحمرة الموجودة في الأفق، ولكن مع هذه الحمرة الضوء الأبيض موجود، ثم يتلاشى هذه الحمرة في الأفق كلها. معنى هذا أن وقت صلاة العشاء قد بدأ، وحتى يغيب حتى أنت ما تغيب جاوبتش الأفق. على سؤال الصلاة الوسطى، يعني إحنا كنا صلاة الوسطى، الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، والصلاة الأخيرة هي صلاة فجر. الفجر، والوسطى صلاة المغرب. صلاة المغرب يعني مهمة، صلاة نعم المغرب. مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما لم يقل للصلوات الأخرى. وعدد ركعات هذه الصلاة وسطى أيضا، مثلا حاسبي اثنين صلاة الفجر، أربع ركعات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. ثلاثة، رقم ثلاثة بين اثنين وأربعة كما هو بين أربعة وأربعة. هذا من الناحية حسابية. العددية صلاة المغرب في وسط الآخرين. يعني انت لم تعد صلاة الصبح، الصبح هذه نافلة. لا لا لا، انت قلت صلاة الفجر ركعتين. صلاة الصبح صبح ركعتين يعني، طبعا. لأنه الفجر هو الفجر بمعنى الصبح، صلاة الصبح ركعتان، وصلاة صلاة الظهر أربع ركعات، وكذلك العصر وال لأنه في ناس تصلي ركعتين ثم صلاة الصبح، يقول الفجر ركعتي الفجر ثم ركعتي الصبح، هذا يعني لا لا لا، عند أنا بعض. أقصد أرقام عدد الركعات، نعم عدد من ناحية عدد الركعات. صلاة المغرب يكون في وسط هذه الصلوات الأخرى. نعم، هو نعم. في رواية أخرى، يعني رواية لتفسير القرآن، أنت تعرف أنه القرآن يفسر بأكثر من وجه، حمال وجوه، يعني أنه الصلاة الوسطى هي كل صلاة تعد وسطى، ولذلك حتى نحافظ على كل الصلوات هي كلها وسطى. أستاذ عبد العزيز بيندر، أنا أشكرك جزيل الشكر. أنا كان عندي أنا أسئلة. أريد أن أقول شيء. أنا تفضل. عندي موقع اسمه حبلullah.com. حبلullah. نعم، حبل .com. باللغة العربية. يمكن أن يجد مشاهدون الكرام ضالتهم فيه، يعني معظم البحوث في طو في باتفاق بين الكتاب والسنة. نعم، يعني بحوثنا كلها، يعني منهجنا في الموافقة التامة بين الكتاب والسنة، بل منشأ المخالفة هو هذا المنهج. إذن هذا الموقع حبلullah.com .com من خلاله يتسنى للمشاهدين، لمن يرغب في الاتصال بك، حتى ممكن يرسلوا لك أسئلة وتجيبهم عن ذلك. طبعا طبعا طبعا، يعني هم يسألون يأتي لكل يوم يعني حوالي 200 أو أكثر سؤال. نعم، هم يسألون، وأستاذ عبد العزيز باينادر يجيب. رمضان مبارك عليك وعلى كل أهلك. أنا الحقيقة أعددت كمية من الأسئلة في القرآن الكريم، لأنه في آيات أردت أن أرى فيها رأيك أو تفسيرك، لكن الغالب إن شاء الله نلتقي في حلقات إن أخرى شاء الله بإذن إن الله شاء الله. تعالى. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، عايشك على حضورك. مشاهدين الكرام، نمر مباشرة إلى التقرير الموالي الخاص بسيرة الصحابة.